يعني منتخب اليد احنا بقالنا وكل المنابر الاعلاميه المختلفه بتتكلم قد ايه منظومه فعلا ناجحه، واتت في النهايه عشان هي منظومه ناجحه بثمار النجاح. شغل محترم، لعيبه فعلا قويه، معتمد على لعيبه محليه بشكل اكبر، جهاز فني، وده ياكد لك ان على فكره انت عندك كوادر سواء على مستوى الاداره او التدريب او اللعيبه. فخلينا نبدا من النقطه دي، وازاي ممكن نعمم اصلا النجاح ده لرياضات تانية لعل وعسى كره القدم برضو. وقبل ما نتكلم في اي حاجه طبعا اكيد يعني خالص العزاء لاسره سياده المرحوم الوزير العام الوزير العام فاروق، يعني في مظاهره حب كانت موجوده اول والله امبارح، دي حقيقه كل طبعا. الناس كانت موجوده وحريصه على انها تكون موجوده في مراسم العزاء، فاكيد يعني مش هنلاقي حتى الكلمات اللي احنا نقدر نوفي بيها حق الراجل ده على كل جماهير النادي الاهلي. الناس كلها يعني حزينه على رحيله وانه مش موجود معانا، لكن كعاده الدنيا بتمشي، وعاده كعاده النادي الاهلي مليء بكوادره وبابنائه، وان شاء الله يعني قادرين على ان احنا نقدر نتخطى المحنه دي ان شاء الله إن يعني. شاء الله. لكن طبعا لا يعني فقد فقد كبير. كبير طبعا اكيد يعني. رحمة نروح الله عليك. نتكلم بقى على منتخب اليد. هو منتخب اليد شيء مش جديد عليه، واحنا دايما كنا بنتكلم على انه يا جماعه كره اليد في مصر هي عباره عن منظومه، مش ما لهاش علاقه بشخص. يعني كل الناس كانت بتقول بعد رحيل دكتور حسن مصطفى الامور هتتغير، جه بعد منه عشرات الاسماء، دكتور خالد حموده، بعد كده باشمهندس هشام نصر، بعد كده دكتور محمد الامين، مهما كان هو مين اللي قاعد على كرسي الاتحاد، لكن في الاخر منظومه سيستم كره اللي محطوط من منظومه الاول. كره اليد المصريه هي نظام، واتيفر مين اللي موجود قاعد على السلطه او على راس الكرسي، السيستم نفسه ما بيتغيرش، ما بيجيش يدي نظام ويبني نظام من اول وجديد، هو كده كده السيستم موجود كله بيجي يكمل بعضه. كل الناس لو حتى سالت اي حد فيهم هيقول لك احنا كلنا بنكمل بعض، والمنظومه كلها بتبقى سعيده بنجاح بعض. طب على فكره ليه ده مش موجود في اتحادات تانية، علما بان اللي حضرتك بتتكلم عليه ده شيء منطقي جدا، في اتحادات فبديهي بدات يبقى موجود في تستنسخ اتحادات تانية. فكره الهاند بول، لكن للاسف احنا في الكوره عندنا لا دايما بنحب نخترع العجله، يعني كل واحد عايز يجي يهدم اللي قبل منه ويبدا يشتغل من اول وجديد، مع انه نجاح سهل يعني. وانت المفروض عندك في مجلس الاداره اللي موجود ده في اسمين كبار من ضمن اسامي اللي لعبت كره قدم في مصر، لكن للاسف لا فشتاني الفارق بين بتتكلم عن حسام حسن يعني؟ لا بيتكلم على كابتن كابتن حازم بركات امام وكابتن وكابتن حازم بركات. بتتكلم في اتحاد الكره الحالي. اسمين كبار موجودين، خلي بالك هما برضو، خلي بالك هو اي لعيب مهما كان استثنائي، هل ينفع يكون اداري استثنائي بالضروره؟ لا مش هنقول هنا كده يا كابتن، بس انا او استاذ كريم، بس هنقول ان انت عندك من الخبرات اللي انت اخذتها كلاعب دولي، لعبت منتخب مصر، لعبت في اهلي او زمالك، عندك من الخبرات دي انك تبدا توفر للمنتخب مناخ صالح ان هو يبدا يشتغل. لكن احنا بنتكلم على بطوله المفروض ان احنا البطل التاريخي فيها. طب المشاكل بتجيلنا من كوت ديفوار قبل ما بتيجي من مصر. يعني انت المفروض انت كمنتخب انت اللي تطلع تعلن اصابه صلاح زي ما اعلنا اصابه الشناوي بعدها، مش ان نلاقي يورجن كلوب هو اللي يطلع يعلن ان اصابه صلاح وانه صح هيجي يتعالج في انجلترا. طب يا جماعه ازاي يعني، منين الكلام ده؟ احنا في منتخب الهاند بول على فكره، احنا منتخب غايب عنه واحد من ضمن اهم صناع اللعب، مش هقول في مصر ولا في افريقيا، واحد من ضمن اهم صناع اللعب الواعدين على مستوى العالم، احمد هشام السيد دودو. لكن المنتخب ما تاثرش، حسن قداح لسه بيتعافى، واحد من ضمن اللعيبه الكبيره جدا في منتخب مصر، حتى مستر باستور ما ادالوش كتير في المنتخب عشان هو بيحاول يجهزه للي بعد كده. لكن المنتخب وحده واحده، اسم انت بتتكلم على لعيبه كلها بتكمل بعض، انت كل حتى اللعيبه بكل تصريحاتهم بعد البطوله انه اللعيبه كلها بتتكلم ما فيش فرق بين اساسي وبين احتياطي، ومفيش حتى جوه المناخ بتاع الهاندبول مفيش الحته اللي انت بتتكلم عليها انه اهلي وزمالك وان الجون ده من هنا لا خالص. روح واحده وكلهم رايحين بيكملوا بعض عشان في الاخر تشوف المنظر اللي انت حضرتك شايفه ده، انه منتخب بيحقق ثالث لقب ليه على التوالي اول مره في تاريخ الهاندبول. مفيش لعيبه بتختار البعض يعني، سمعنا والله اعلم ان في كره القدم عندنا اللعيبه هي اللي بتختار يعني، في بعض اللعيبه هي اللي بتختار اللعيبه الاخرى، فالتدخل ده مدمر يعني، المنظومه مش ماشيه كما يجب ان تكون. لا ده
ده هيبقى مدمر وقاتل كل حاجه. هو يعني فعلا هو حرفيا انت هتتحول منك لاعب لخدت سلطات تانيه مش سلطات. وده حصل، خلينا نبقى صراحه، ده حصل. ما هو ده ما هو النتاج اللي بيحصل في ارض الملعب، ما هو للأسف. عمرك ما هتكون واخد الاسباب بتاعت النجاح وما تنجحش. صحيح. وحتى هقول لحضرتك على حاجه، لو الجمهور او الناس في الشارع المصري حاسه ان المنتخب قدم ما عليه و صدقني ما حدش هيزعل. الحظ ما كانش معاك، انت اجتهدت ولكن الكره مش عايزه تدخل، في بدلك للمهاجمين او للاجنحه، انك بقى في الاخر الناس هتقول لك انت اديت جيم كويس. بس يعني منتخب الهاندبول اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي في الاولمبيات اللي فاتت واخد رابع عالم، وده كان انجاز تاريخي في تاريخ، يعني ما حصلتش في تاريخ مصر ان احنا ناخد رابع اولمبيات، مش في مصر، في تاريخ مصر بس، في تاريخ اي دوله افريقيه او عربيه يعني. لكن هم زعلانين، اللعيبه كانوا زعلانين ان هم ما حققوش ميداليه. اسره الهاندبول كلها كانت بتقول لك احنا ما خدنا، مش فرحانين بان احنا رابع اولمبيات قد ما احنا زعلانين ان احنا ما حققناش ميداليه. فحاسين بقيمه وغيره تيشيرت منتخب مصر. بالمناسبه فرصتهم في الحصول على ميداليه اولمبيه بقى في باريس 2024 ايه ان شاء الله؟ لا انا يعني عندي شايف ان هم قادرين على ده ان شاء الله، لانه كمان يعني الخطه الموضوعه للمنتخب من هنا لغايه الاولمبيات اعتقد انها يعني خطه كويسه جدا ومحترمه تتماشى مع حجم المنافسه القويه اللي هم هيخوضوها. يعني هيتلعب حوالي 10 او 12 مباراه دوليه مع منتخبات كلاس ايه كلها، هيكون اعداد قوي جدا. انا اتمنى بس الحاجه الوحيده اللي يعني ان الاصابات تبعد بعيد عن اللعيبه بتاعتنا، عشان ان شاء الله نكون رايحين مكتملين الصفوف، واعتقد ساعتها المنتخب هيكون قادر على يعني اقل حاجه ان شاء الله نكون جايبين ميداليه في الاولمبياد. لانه انا بصنف المنتخب دلوقتي حاليا في التوقيت اللي احنا فيه ده بعد الدنمارك وفرنسا مباشره على مستوى المنتخب العالمي، فلان الاثنين قوتين كبار جدا، ولكن بيعملوا منتخب مصر الف حساب. لما ومستر باستور من ضمن الحاجات اللي هو بيشتغل عليها انه يعني حتى انا كنت ده شفته في عناصر المنتخب، انه شايف ان الراجل عنده استراتيجيه بعيده الخطى، وهو شايف لمدى بعيد ان هو ما بيفكرش في افريقيا السنه دي او في بطوله عالم او في تصفيات اولمبيات ما بعد كده. والراجل بيفكر في 2027 و2028 يكون معدل الاعمار موجود في المنتخب ازاي. العناصر اللي تطلع من تحت، العناصر الصغيره تبدا انها تنسجم مع المنتخب. طبعا. ويبدا صح. ان هو انت بتبني من الناشئين، بتعمل منتخب كبير قادر ان هو يقارع كل القوى العالميه، واولا يفرض سيطرته على افريقيا، بالاضافه انك بتدعم بتعدل وبتغير جلدك وانت شغال في نفس السكه. لانه لو هنروح يعني ان احنا نهتم بجزء واحد بس ونهمل الجانب الثاني، هيبقى هيجي علينا وقت هيبقى فيه دروب. صحيح. لانه ده كان حصل في حقبه زمنيه يعني. انا عاجبني قوي السعاده يعني.